الكويت ما تخلى من الشباب وطموحهم. ضيوفنا اليوم متخصصين في الخدع البصرية، رحبوا معاي باللي راح يعلمونا اليوم، أو ما راح يعلمونا، راح يورونا خدع بصرية يقومون بتحضيرها لعرض جماهيري خاص فيهم. نرحب بكل من عبد الوهاب الفلشاوي وأيضا عبد اللطيف صالح، حياكم الله. الله يحييك، حياك الله يسعدك. أنا أشوف أن عندنا عرض وراح يكون عرض خاص فيكم، نبي نتكلم عنه بالبداية. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول شيء نعرفكم بجروبنا، جروب ايماجن. طبعا اللي راح تشوفونهم من الجروب انا وعبد الوهاب بس، في فريق كبير يعمل خلف الكواليس، خصوصا الخدع هذه شوي حجمها كبير، والستيج يكون شوي متخصص، وفي باك ستيج وفرونت ستيج، في ناس تحت، صح. فشغل كبير، نحتاج كرو كبير او فريق عمل كبير. طبعا الشو راح يكون ان شاء الله بعد رمضان الكريم، لانه يحتاج تحضير واغراض معدات من برا الكويت، فتحضير له ياخذ مده طويله. طريقه عرضنا للشو كانت شوي مختلفه، يعني حتى طريقه العرض شلون راح نقدم العرض حق الناس، او شلون نبيع تذاكر حق الناس، او شلون نسوق حق العرض مختلفه. الشو راح يكون من الناس حق الناس. لجأنا حق موقع اسمه جربها.com. الموقع هذا شو يتيح لك؟ تحطين فيه المشروع اللي تبينه، مشروعك تعرضينه حق الناس وتروجين له عن طريق السوشيال ميديا او وات ايفر. الناس تدش الموقع تشوف الفكره، فكره المشروع، شنو هو المشروع، وتختار انها تدعمه، مبالغ ماديه الموجوده. طبعا في كذا اوبشن، في مثلا $100، $150، $200، الناس ايش كثر تبي تدعم تدعم. حلو. احنا ما خليناها تبرعات، هي الموقع حق جمع تبرعات. احنا فكرتنا كشو ما نخليها تبرعات. اي واحد يدش بدال يطق مثلا تبرع، يطق سبورت او دعم. الدعم هذا اللي يقدمه لنا قاعد يحصل من خلاله على تذكره. حلو. انت مو قاعد تبرع لنا، لا، انت قاعد تشتري تذكره. انت قاعد تحصل على تذكره. قاعد تحصل على تذكره، فقاعد تشتري تذكره حق الشو، والشو للحين ما قام. طيب احنا راح نشوف عروض اليوم. جزئيه نوعا ما. عروض مو عروض. لا مو عروض. شيء اشياء خفيفه يمكن. حلو. نوريك بس شوي الابيلتيز، بس اشياء سهله يعني. انا شفتكم مساعد تشاورون ومع الستاف وانا معزوله، انا خايفه. لا يعني الاستديو مو مناسب، وما شاء الله وهاب يعني طشلا، بس وين يعني وين نسوي ذبحناك 24 ساعه بس. تخيلي حتى لو نصعد الستيج كله ما خلقنا. وهاب نروح مسوي عرض، مسوي شيء كبير. ليش؟ ملق يلبس احمر، اكو احد يلبس احمر بزرق؟ واحد رايح يلبس احمر بزرق؟ نو واي، لا. عرفتي؟ فدائما عبد الوهاب شنو مشكلته؟ عبد الوهاب لو تلاحظين انه ما يتكلم وايد، يعني اي مقابله، اي شو، حتى الخدع اللي نسويها ما يتكلم وايد. عبد الوهاب اخليه دائما يعني يركز على شيء. لحظه. ايش؟ انت مساك كنت لابس احمر. وقمت بس لفيت. اسود اسود، انت صار اسود، انت مو مركزه. تو قلت احمر. مو مركزه. انت مو مركزه. الزبده يعني عبد الوهاب دائما يناشبني، تخيل الحين قاعد اكلمك سيده، اي شيء اسويه بحياتي يناشبني. تخيل يعني اي شيء، يعني اشتري شيء اشربه، عصير، بشتري عصير. يعني اي شيء اشتري على طول عبد الوهاب. ف يشرب العصير وهو بايدك بالعود اللي عنده؟ تقريبا. تقدري تقولين. انت زبده، انه حتى لو نصعد ستيج بنتكلم عبد الوهاب كله مو هيقني معاه، فدائما خلي عبد الوهاب على السالفه. احط اللابتوب على الايباد، خربطوني على جنب وانطر اشوف. انت مو مركزه ولا ماكو شيء. زين بس سؤال عبد الوهاب، انت فعلا هل كنت صحيح تلميذ لديفيد كوبرفيلد؟ ديفيد كوبرفيلد. تفضل. اول شيء يعطيك العافيه. يعافيك. طبعا هذا اول ظهور صوتي حق عبد الوهاب الفلشاوي. شكرا عبد الوهاب انك ظهرت اول ظهور صوتي. يعطيكم العافيه ما قصرتوا. يعافيك. وانا مو تلميذ عند ديفيد كوبرفيلد، انا بلشت كنت اسوي خفه شد سوالف بالكويت. شوي شوي بديت اطور نفسي بنفسي، يوتيوب سوالف، هاي تعليم، اطالع اكتات اللي هو العروض الخارجيه. اوكي. لما خلصت دزيت على هبه تويتر، كانت سنه يمكن 2012، دزيت تويت حق ديفيد كوبرفيلد، قلت له I'm a fan from Kuwait، انا معجب من الكويت. كلنا كنا فان في ذاك الوقت. فرد علي وصل نوتيفيكيشن تنبيه ان ديفيد كوبرفيلد سوى لك فولو. ورد علي دايركت مسج ان يو ار ويلكم تو فيجاس تو سي ماي شو. راح فيه وقال له اعزمه على الشو مالك، قال له حياك تعال الشو مالي. عندهم نوع اللي اعزمك انا. اي عندهم. حلو. لا يعجبونك الامريكان. وبعدها؟ وقلت حق ابوي سالفه، طبعا ابوي ما صدقني. ديفيد كوبرفيلد سوى لك انت فولو ليش يعني؟ شوي شوي اسبوع كان طق تذكرتنا ونروح امريكا. تواصلت معه وكلمته ودشيت عنده وتعرفت عليه. حلو، يعني تعلمت منه كذا شغله؟ لا، هو سيدي ارسله حق الماجيك كاسل او المكان المتخصص في الماجيك. ما يعلمون.
ما يعلمون اي ما يعلمون هم المفروض يعلمون بس يعني توصيه من ديفيد كوبرفيلد واجتهاد من عبد الوهاب الشاوي ولله الحمد عبد الوهاب صار متخصص وباك ستيج انجينير عند ديفيد كوبرفيلد واو يعني. حلو صمم أيوة. طبعا كذا على حد الحين قاعد افكر شلون بدلت تيشرتك الاحمر وصار اسود هو ما بدل انت مو مركزه لو تشوفين اللغه مره ثانيه كان اسود صدقني انا مركزه تماما وراح اشوف لي عاده علشان بس ممكن لا الخدع اللي سويها وهاب مو لهالدرجه يعني يسوي جنجفه بس ما اقول يغير لون تيشرت يعني اوكي اوكي يقدر يوريك تقدر توريك شيء جنجفه شيء خفيف يعني مثلا الناس اللي نواجههم دائما شو يقولون لنا هذا سحر ما سحر بس غالبا ما تكون جنجفه خاصه فيكم ولا جنجفه من اللي احنا نجيبهم العاديين ورها اياها تبي تشوفين الجنجفه نفسها؟ جنجفه عاديه. جنجفه. طبعا عاده لما يشوفون الناس هذه جنجفه عاديه، هذه جنجفه، هذا خداع بصر، هذا سحر، كذا يعني في كذا اراء دائما تجينا. فشوف الحين انا ما ابي عشان تتاكدين اذا هذا كان سحر صجي ولا يعني انا بسكر عيني. اوكي. وانت راح تختاري بنفس الكرت. ماشي. راح انزل عيني تحت. ابيش تقولي ستوب اي مكان ستوب. هني تبين نغير؟ يلا كمل كمل ستوب هني ناخذ كيف شوفي خذيت الكيف؟ حق الشاشة؟ يراوي الشاشة راوي الشاشة راوي اللي تبين انا بنزل عيني على اساس انه لا اشوف اي حال من الاحوال شنو الكرت تبي تخشي هنا خشي عندك كيف تتعطى خشي اي مكان ماشي اخلي هني خش اوكي اوكي يعني اي حال من الاحوال انا مستحيل اكون عارف الكرت هذا لان انت اللي اخترتي طبعا ما في طريقه تواصل بيني وبينك قدامكم الحين قدامك انا قاعد اطالعك يعني طول مده قاعد اطالعك من خلال نظرتي حق عينك راح اقدر اعرف شنو كرتك شنو ففي هالحاله هذه هل اعتبرتي بنظرك يعني خفه يد ولا سحر صجي؟ مو سحر صجي قد يكون مو سحر صجي مستحيل اعرف لون كرتك صح؟ مو الجنجفه لونين في احمر واسود مستحيل اعرف ان اللون احمر اوكي مستحيل صح؟ شيء طبيعي اني ما شلون بعرف ان اللون احمر انا مغمض عيني ومنزل راسي ما قاعد اشوف ولا شيء صح طبعا الاحمر فيه اللي هي الجوهره وفي قلب الحب في طبعا مستحيل اقول قلب الحب زين صح صعبه انه يكون قلب الحب صح بس القلب الحب او دائما القلب الحب الاشكال هذه كل شكل فيه 13 ورقه ممكن انا شيرت الاحمر ممكن شيرت انه هو صدق قلب الحب بس ممكن. مستحيل اقول ايش رقم اثنين مستحيل ايش رقم اثنين واي لون؟ احمر قلب الحب. تقدر تتاكد وانا منزل راسي. انا بحضر العرض. في هالحال من الاحوال انه قاعد نحاول نقنع الناس قد ما نقدر عن طريق التلفزيون انه هذا سحر صدق مو في جن. بس شلون ممكن يصير؟ انت شفتي بعينك كل شيء؟ اوكي بس مو سحر. شلون عرفته؟ ممكن يكون مع الممارسه يعني نقول ان بعض الناس ممكن صح في اشياء صعب للناس صعب انها تنقرى من العين. صح. اتوقع ان انا اقدر اقرا بعينك مثلا تدرين ان الجنجفه ممكن تقرا افكارك وتعرف عنك اشياء اوكي والجنجفه انا اعطيتك اياها من اول ما جينا الشو صح من اول ما حضرنا هني اعطيت الجنجفه هذه صح؟ صح ف قول ابي الكاميرا بس تكون معي الجنجفه هذه اعطيتك اياها من اول ما وصلنا جنجفه مسكره مسكره خلي يتاكدون اقدر انا بس اخليهم يتاكدون منها راح اخليك انت تفتشينها بعد مسكره جديده ما فيها اي اللي فوق اهم شيء اللي فوق سكرها بنايلونها نايلونها انفتش النايلون انت فتشي بعد هذا النايلون اللاين الاحمر عاد هذا عقدتي اوكي اوكي انت فتحتيها سكر معي انت قلت انها تعرف عن الشخص اي نعم الحين راح اقول لك كل شيء اوريدي احنا لاول مره نلتقي على الهواء على فكره يعني لاول مره حتى قبل الهواء احنا ما التقينا ولا كنا نعرف بعض لا تحاتين علشان ما يقولون انت قلتي له لا تحاتين حتى لو انت قالت لي شنو افتحها؟ افتح انا اعطيني حق اسوء الاحتمال حتى لو يقولون ان انت قالت لنا مثلا راح اوريهم شغله تسمحوا لي اخذ راحتي عادي ها ناخذ راحتنا في طاوله قدامك اذا تبيها اقدر اخذ طاوله مالتك اوكي الجنجبه الثانيه هذه ما نبيها نبي الجديده اول شيء طبعا اي واحد يعرف الجنجفه مو شرط يكون ساحر او لاعب خفه يد اشيل هذه خذيتها كلها الايباد والجنجفه ايوه اوكي شلناهم طلع ليش كل الكروت اي جنجفه بالعالم تفتحينها اول كرتين شنو يكونون؟ اي كاميرا معي؟ اي كاميرا معي؟ هذه اول كرتين يكونون الاعلانات ثاني كرتين شيكر ميكر اوكي شيكر ميكر انا وهاب الجنجفه طبعا لما تفتحينها تكون مرتبه اول شيء السبيت اللي هو هذا
شيء ربعين دائما وهكذا. هذا الجنجفه جديده. حلو. الحين راح اعطي وهاب الجنجفه قدامك. انت متاكده انها جديده؟ بعد ببدل تيشيرت وهاب؟ لا لا بس. خلطتوها؟ خلطها بس عشان اوكي. الحين ابي اسالك عده اسئله. يس. شخصيه. حلو. الجنجفه اوريدي سالتك اياهم وانت جاوبتيهم. بس انت طبعا للحين مو مؤمنه في الشيء. مو مؤمنه في الشيء صح؟ لا. انزين انت هو موجود بس بوقتنا الحين يعني لا يمكن احد يحط بباله. صح. انت مولوده باي سنه؟ 76. 76. قولي استوعب اي مكان تبينه. استوعب؟ ني؟ ني؟ سوري اجين. قولي استوعب اي مكان تبينه. 76 تخربطت شويه. 76. خليه يخلصها مره ثانيه. توهقت شوي فيها. خلصها مره ثانيه. معلش. يلا 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 بدأت اتشوق للموضوع. ابيك تخبصها خبصها اكثر. خبصها لا ما في اسرع اسرع اسرع. خبصنا. خبصها كذا تختار كرت؟ اختار؟ الكرت ذي. شوفي. شوفي. اوكي. ما خلينا يشوفونه. خلينا يشوفونه في رؤيه يعني. انت لا تشوف. انا ما تشوف. اوكي اوكي ناخذ كارتك احطه وين؟ بالنص ماشي؟ اوكي طبعا مستحيل يكون هذا كارتك؟ لا ولا يكون هذا كارتك صح؟ لا راح اعطيها حق عبد اللطيف عشان تشوفين شلون الجنجفه تقدر تتواصل مع الشخص مع الشخص. المره الاولى عشان عرفنا كارتك؟ سالتك لونك كذي لونك كذي فالطريقه الثانيه عبد الوهاب تقريبا يعرف وين كارتك او شعر عبد الوهاب يعرف وين كارتك. اي كاميرا معي؟ هذه؟ اي هذه نعم كرتش؟ شعر عبد الوهاب يعرف وين كرتي؟ الجنجفة طبعا مو كلها ناس كرتش عشان تاكدين. اوكي اوكي الحين راح اسالك اسئله بسرعه علشان الوقت بدا عشان الوقت الكل وقف الحين وينكم مساحه؟ طبعا ارد اكلمك عن الشو. اوكي الشو طبعا مثل ما قلنا لك قاعد نروج له حاليا بس قاعد نروج له طريقه حديثه طريقه خاصه. حلو. الطريقه هذه تقدر تطلع ليهم الارقام على ما هذه على ما اسالها عن شو. الشو هذه شلون راح نروج له؟ قال نروج له عن طريق شوات صغيره. قال نسوي شوات بالجامعات، قال نمر جامعات، قال نوريهم اور ابيلتيز. ناس وايد على بالهم السحر جنجفه وبس. لا السحر مو جنجفه بس، احنا قاعد نسوي شيء على الستيج. حلو. طبعا اوجه لهم تحيه الاخت سحر دشتي مديره احدى البنوك. استضافتنا في البنك في الحفل السنوي مالهم، والبنك كان احتفالهم عادي جدا، احتفال صغير. ونادونا على اساس ان احنا فعاليتنا صغيره، فلما رحنا لهم قدمنا لهم العرض مالنا الميني شو مالنا، احنا سوينا ميني شو، الشو هذا قاعد نروج فيه، طبعا اول ما بدينا عند البنك هذا. حلو. طيرنا واحد على الستيج. واحد طار على الستيج. وناسه؟ لا طار فعلا، والستيج مالهم صغير والستيج مالهم مو مالنا، من غير سقف من غير شيء، طيرنا واحد على الستيج ووايد استانسوا من الفعاليه. يعني راح نشوف هذا الشيء هناك. بالشو الكبير مالنا ما راح تشوفين واحد يطير، راح تشوفين شيء ان شاء الله اكبر. فاحنا اللي قاعد نسويه مو سحر جنجفه ولا سحر وقفه ولا السحر اللي احنا قاعد نسويه الحين. يلا لا. علشان ما نختم. سحر فعلا كبير ان شاء الله. متشوقه ايش قاعد يسوي ترى احنا راح نختم. راح نختم؟ اي. ابيت؟ خليني اقعد قاعد قاعدتك. بسرعه بسرعه بسرعه. قول لي ستوب اي مكان تبين؟ ستوب. هني؟ ناخذ جنجفه؟ خليها هني. اوكي. ماشي؟ اوكي. انت قلتي لي انت اي سنه مواليد؟ 76. 1900؟ اي. سبعة؟ اي ستة. طبعا هو سألت هالسؤال بس ما سألت انت اي تاريخ بالضبط صح؟ لا انت تاريخ 20 ها؟ 8 يعطيك العافية. ما اقدر اتحجج. انت من صدقك؟ لا هذا ان شاء الله ولا شيء، هذا اللي قاعد نسويه هذا كله عشان يعني نجذب الناس شوي، خليهم يطالعون بروفايلاتنا ويشوفون الاشياء الكبيره اللي قاعد نسويها، هذا ولا شيء يعني بالنسبه حق اللي قاعد نسويه، اللي قاعد نسويه احنا فوق ستيج، مثل ما تقولين فوق ستيج يكون يبهر اكثر ويسحب العين اكثر، هذا بس قاعد نجذب فيه الناس عشان يدشون بروفايلاتنا ويشوفونها، ان شاء الله راح نهديك شغله صغيره قبل ما نمشي. يمدي في وقت؟ اسرع 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 سريع. عندك 100 فلس خاصه فيك؟ لا هني لا. عندش عندي 100 فلس انا. اوكي. احنا قلنا انت تعطينا احسن. عندي 100 فلس وهذا غنم. طبعا عبد الوهاب الفلشاوي دائما يحب يهدي احد 100 فلس هو موقع عليها. اللي انت راح توقعين عليها وراح نعطيك 100 فلس مالتك. اوكي. سكي الغنم. توقيعك هذا هدل. شوف توقيعها.
اوكي اوكي كتبت نجم. نجم حلو. اوكي انت كتبتها؟ اي متاكده يعني هذا خطش كل شيء صح؟ راح اخذ الكمية. اي ماشي اخذها ما خليها تختفي بس اكتب التقمة تروح وين؟ ما تسالي وين تغيرها تروح؟ انا اشيل اشيل دائما معي صندوق. اوكي مبطل خلها هي تفضل. بطلي خلها هي تفضل. اوكي طبعا انت متاكده ان انت كتبتي نجم؟ اوكي تعرفين خطك؟ اها في صندوق ثاني بطلي بعد صندوق ثاني. اوكي متخيل ان عبد الوهاب فلشاوي ممكن يخفي ال 100 فلس؟ اكيد لا اكيد بس الحكي وين يودي ال 100 فلس؟ شنو يعني داخل تشيز والتشيز ده هي مالتش ولا؟ مكتوب عليها نجم. انت كتبت على الخط؟ على خطك؟ هذا خطي. ممكن تورينا الكاميرا؟ طبعا هذه هديه منك حقنا احنا بناخذها وبنعطيك كرت ان شاء الله على البروفايل مالنا اللي يعرفك ان شاء الله ويعرف غيرك فينا. حسابنا على الانستغرام ايماجن كي يو دبليو هذا حسابنا على الانستغرام تونا فاتحينه وشوات راح نحط فيه كل تفاصيل الشوات مالتنا تفاصيل الشو الكبير اللي قاعد نروج له عن طريق الشوات الصغيره. عبد الوهاب يقول كلمه بالختام بس انا اقول صراحه يعني امتعتونا بشكل سريع جدا ايش راح تقول عشان نختم؟ بس بغيت اقول لكم يعطيكم العافيه ما قصرتوا على استضافتكم. اصبحوا على خير.